الله معكم مشاهدينا الاعزاء اخوتي اخواتي بالرب يسوع سلام الرب يسوع دايما معكم بمسيرتنا بهالموسم هيدا بهالسنه من بعد ما شفنا الخلق من بعد ما شفنا الانسان من بعد ما شفنا اهميه الانسان ودور الانسان ورجعنا دخلنا بتاملنا بالالم والموت ومن ثم بالخلاص بقيامه الرب يسوع هالحلقتين يلي رح تتابعوهم بهالاسبوع والاسبوع القادم انا بشوفهم حلقات كثير مهمين وهني حلقات خليني اقول مقدمه لما تبقى من هذا الموسم وللموسم القادم. ليش؟ لانه بدنا نفوت هلا بسلسله مواضيع بتهم الحياه الادبيه لا مورال او خليني اقول اكثر حياه العمل المسيحي قوانين العمل المسيحي الوصايا الشرائع المسيحية وكثير مهم أخوتي اليوم أنه نفوت بقلب صلب حياتنا بقلب صلب صعوباتنا وتصرفاتنا لأن الحياة فيها آلام فيها صعوبات فيها أفراح فيها أحزان ولكن يلي بيدير كل حياتنا هني خياراتنا الأهم شيء بالحياة هن الخيارات القديس ما بيصير قديس لظروف حياته ولكن القديس بيكون قديس لخياراته بقلب هالظروف هيدي وكتير مهم اخوتي انه ندخل بقلب حياتنا لحتى نتنور عن خياراتنا يلي هي بتحدد مسيرة قداستنا وبتحدد أكثر من مسيرة قداستنا بتحدد قيمتنا وبتحدد بصماتنا يلي بدنا نتركن بهالتاريخ من بعد مرورنا بهالدنيا هيدي وهيدي هالنقطة أخوتي كتير مهمة بالحياة المسيحية لأنه الإيمان والأعمال مرتبطين ببعضهم دائما مثل الشجرة والثمرة الشجرة بدون ثمرة شجرة عقيمة برية مقلقيمة والثمرة ما بتقدر تجي بدون الشجرة إذا الثمرة إن بدون الشجرة بتكون كمان لقيطة وبيكون ما الها حياة مقلة ماوية وهيدي هالنقطة أخوتي كتير مهمة إنه بدنا ندخل قبل ما نفوت بالمواضيع يلي بتهم خياراتنا واللي هي من خلالها لح نكتشف شو هو رأي الكنيسة شو هن توصيات الكنيسة وخاصة أنه بما تبقى من هالموسم والسن الأدمي لح نطرح مواضيع مش اللي بتعرفوهن أو المواضيع يلي صارت أجوبتهم خليني أقول معروفة وشائعة ولكن لح نطرح المواضيع الشائكة المواضيع اللي بتوجع المواضيع اللي بتخلق كتير تساؤلات المواضيع يلي فيها ألم و... ومن بيناتهم مواضيع المثلية الجنسية ال جي كيو الطلاق الانفصال الأولاد حقوق المرأة كلن هودي مواضيع مهمين كتير الاجهاض الانفيترو المخدرات كلهم مواضيع كثير مهمين اخوتي وضروري انه نطرحهم على ضوء ايماننا، بعرف في كثير مواضيع بتوجع، في كثير مواضيع شائكة، في كثير مواضيع عندها اشكاليات كثير كبيرة، ولكن نحن رح نكون بكل جرأة عم نطرح هالمواضيع، يمكن بكثير محلات ما نلاقي اجوبة، ما نوصل لنتيجة، ولكن طرحهم على ضوء الايمان بحد ذاته هو مكسب كتير كبير لحياتنا المسيحية. ولكن قبل ما نفوت فين اخوتي انا حابب بهالحلقتين هيك كمقدمه لهالموضوع كلياته انه نفوت بموضوع الشريعه يلي على ايام يسوع تلخصت بموضوع السبت انتم بتعرفوا انه على ايام الرب يسوع الشريعه يلي كانت هي قلب العهد القديم الشريعه يلي كان لها اساسين بسفر تسنية الاشتراع محبة الله من كل قلبك وكل عقلك وكل ذهنك ومحبة القريب كنفسك واللي بسفر آه الخروج اترجمت بالكلمات العشر أو بالوصايا العشر ونحن بنعرف أنه أيام يسوع كانت الإشكالية الكبرى التي كانت تختصر كل آه الشريعة كل الوصايا هي كانت شريعة السبت احفظ يوم الرب احفظ يوم السبت كان يوم السبت هو يوم راحة كان له قوانين كان ممنوع العمل يوم السبت في حد معين من المجهود اللي يعني لازم يعمله الإنسان ودخل خليني أقول الشعب مع يسوع بمراحل كثيرة بصدام حول الشريعة وكان دائما خليني أقول المفتاح الكلمه المفتاح لهذا الصراع هو راي يسوع في السبت وكان الرب يسوع عنده هالجمله الشهيره يلي رح نختارها عنوان لاول حلقه يلي هي حلقتنا اليوم السبت للانسان وليس الانسان للسبت السبت اي كل الشريعه هي للانسان واليوم اخوتي بدي فوت انا وياكم لانه الرب يسوع يلي هو سيد العهد القديم يلي هو خليني أقول من رافق مع أبيه والروح القدس الثالوث الأقدس الله الواحد رافق شعب العهد القديم ونحن بإيماننا المسيحي مش ممكن نفصل أبدا العهد القديم عن العهد الجديد وهيدي حكينا قبل ولكن الشعب ما فهم على الله كمال المفهوم أو بالأحرى الله الذي كان يرافق الشعب في مسيرته الإيمانية كان يسير مع الشعب الذي كان ينمو ويتطور إن كان إنسانيا أو إن كان إيمانيا والله عندما أعطى الشريعة أعطاها بروح معينة بانتظار مجيء المسيح والشعب قبل المسيح ما فهم على الله مية بالمية كل شيء ربنا عطاية وخاصة بموضوع الشريعة وأتى الرب يسوع ليصحح المفاهيم ويصحح الانحرافات يلي أخذ الإنسان من هذه المفاهيم الغير كاملة أمام الرب وهيدي إخوتي من مبادئ التطور من مبادئ التربية دايما أولادنا يلي عم يكبروا نربيهم يعني ندخل معهم بمسيرة ودائما هالمسيرة فيها مطبات دائما هالمسيره لما بيكون الولد صغير بنحكيه بطريقه بس بعدين بدنا نغير لانه بيكون كبر يمكن مفهومه للي قلنا له اياه بيتغير بيصير في صراع بيصير في نقاش والرب يسوع قبل ان يدخل في هذا النقاش وفي هذا الصراع لكي يعطينا المفاهيم الجديده يلي بوقتها كان صار الانسان قادر من بعد هالمسيره كلياتها ان يستوعب هذه المفاهيم الجديده اول شيء بدنا نقوله اخوتي وهيدا بدي اربط موضوعنا اليوم بالمواضيع بالاسابيع الماضيه. الحياه المسيحيه حياه القداسه التصرفات المسيحيه وبالتالي الوصايا المسيحيه ليست مجهود من الانسان. ولكنها ثمره اللقاء بالرب يسوع، ثمره الخلاص. لو كان الانسان قادر على تطبيق الشريعه وشريعه العهد القديم التي اختصرها الرب يسوع بشريعه الحب محبه الله ومحبه القريب، لو كان الانسان قادر يطبقها بمجهوده لما تجسد المسيح. ولكن في لزوم لا تجسد المسيح ولخلاص المسيح خلاص المسيح يرتكز على هذه الحقيقه ان الانسان وجد نفسه غير قادر على تطبيق الشريعه واذا عمل مجهود وطبق الشريعه بيكون تطبيق خارجي يحتاج الى شفاء داخلي إلى شفاء في القلب تعرف الرب يسوع وقت اللي إجا وقال قيل لكم أما أنا فأقول قيل لكم من زنى فقد فقد خطئ أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى قيل لكم من قتل أخي أما أنا فأقول لكم من غضب على أخي يعني قتله في قلبي فإذا يسوع كان ينظر إلى الإنسان في العمق ويعلم أن الشريعة لا تطبق إلا بقلب هذه العلاقة فإذا الشريعة المسيحية هي ثمرة القيامة بلقائنا مع المطران بقعوني إذا بتتذكروا قال شغلة مهمة وقت كنا عم نحكي عن الزواج المسيحي قال قوانين الزواج المسيحي هن للمسيحية الشريعة هي ثمرة الإنسان الذي التقى بقيامة الرب يسوع الذي قام مع الرب يسوع الشريعة المسيحية هي صفات القائم من بين الأموات الذي التقى بالرب يسوع وهون إخوتي بدي لكم شغلة نحن ما بنقدر نحول مفاعيل القيامة إلى قوانين إلى يجب أه؟ الشريعة هي نتيجة القيامة مش بدي اجعل من نتائج القيامه شريعه، فرق كبير، يعني انا اليوم ما فيني اجي اقول لحدا انت لازم امام الموت تكون قوي. ما فيك تقول له انت لازم تتألم بفرح. ما فيني اجي اقول له انت لازم تعيش الفراق برجاء. انا بدي اوعده وبدي اقول له انت لقاءك بالرب يسوع رح يجعل منك شخص قادر يكون فرح امام العذاب، قوي امام الموت، صابر امام الشدائد، مفاعيل القيامه هي نتيجه اللقاء بالقائم من بين الاموات وليس العكس ورح نشوف اخوتي ان الرب يسوع لم يشترط على الانسان الكمال ليستقبله بالعكس الرب يسوع استقبل الخطا اكل مع الخطا لمس الخطا احب الخطا غفر للخطا ولكن وعدهم بالشفاء من خلال اللقاء به وهون اخوتي في نص بالكتاب المقدس بالعهد الجديد بانجيل يوحنا تحديدا وأنا اليوم رح نشوف هيدا النص بقلب سياق تعليمي لاهوتي نحن بنعرف أنه الإنجيل انكتب أساسا مش كقصة انكتب للتعليم للتبشير للبشارة وانكتب بطريقة أن المحتويات هن بلوكات مجموعات مجموعات تعليمية مجموعات للبشارة ورح نشوف أنه الفصل الثماني الفصل الثامن من انجيل يوحنا يلي هو لقاء يسوع مع المراه الزانيه التي ضبطت في الزنا المشهود مع الفصول يلي بعدها يعني عندي الفصل الثماني لغايه الفصل تسعه باكمله إيه؟ وال و... و... يعني حتى الفصل عشرة هن مجموعة واحدة هلا راح نشوف تسلسل القصة وتسلسل خليني أقول ال... الرواية الذي يشكل تعليم بحد ذاته. بعد بدأ الرب يسوع هل من الإنجيل عندما جابوا لعنده أخذوا لعنده. امرأة أخذت في الزنا بيقول فأتاه الكتبة والفريسيون بامرأة بامرأة أخذت في زنا يعني ضبطت في عملية زنا فأقاموها في وسط الحلقة وقالوا له يا معلم إن هذا إن هذه المرأة أخذت في الزنا المشهود في شهود وقد أوصانا موسى في الشريعة برجم أمثالها فأنت ماذا تقول وإنما قالوا ذلك ليحرجوه فيجدوا ما يشكونه به جابوا المرأة وضعوها في الوسط وقالوا ليسوع نحن عنا شريعة وهذه الشريعة يلي أعطاها الرب لنا من خلال موسى شريعة العهد القديم تقتضي بان نرجم مثل هذه المراه هون بدي لكم شغله اخوتي كثير اساسيه بالعهد القديم الشريعه كانت كلمه الرب كانت عطاء الرب كانت تمثل فكر الرب كانت تمثل آه خليني اقول آه منطق الرب كلام الرب فإذا كانت الشريعة من عالم الله لبل بمحل من المحلات كانوا يعتبروا أن الشريعة والله واحد ومن مس الشريعة مس الله كان يلي بيضرب الشريعة عم يضرب الله عم يضرب منطق الله عم يضرب كلمة الله هيدي هالشغلة كانت كتير مهمة، فإذا لما شافوا أن يسوع يهدد هذا المفهوم، استغنموا الفرصة بامرأة ضبطت في الزنا، وضعوها في الوسط، وقالوا له شو بنعمل؟ وإنما قالوا ذلك ليحرجوه، شو اللي يحرجوه؟ حتى أه؟ بالزاوية. يزركوه بالزاوية يعني <applause> شو ما قال مضبوط. أه؟ اذا قال تركوا شو بيجاوبو اه انت ضد الشريعه واذا قالوا نرجموها ما على اساس الرحمه والمحبه والمسامحه كنت عم تاكل مع الخطا هلا بس وصلنا على موضوع الجنس بتغير رايك كانوا ناطرينه على غلطه لحتى يوقعوا ليسوع ورح نشوف انه كانت فرصه ذهبيه ليسوع ليشرح نظرته عن الشريعة رح نأخذ إخوتي وقفة صغيرة برجع بكفي أنا وياكن تأملنا بهالنص هيدا <applause> عودي لكم مشاهدينا أه أمام هذا السؤال المحرج أجاب الرب يسوع أول شيء بأنه انحنى إلى الأرض هذه نقطة كتير مهمة ينحني إلى التراب ينحني إلى الإنسان إلى الإنسان المجبول من تراب ويخط بيديه ببلش يشتغل بالأرض بإيديه كان عم يكتب كان عم يجبل لكن كتير مهمين في في تفاسير بتقول يسوع كان عم يجبل الإنسان الجديد في تفاسير بتكون بتقول يسوع كان عم يكتب الوصي من جديد الشريعة من جديد ولكن لما ألح عليه بالسؤال قال لهم يقول انتصب قام لكل قيامي وقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر يعني أول شيء يسوع وجه الشريعة إلى وجهتها الأساسية الشريعة ليست للحكم على الاخرين. رجعيدا. الشريعه ليست لدينونة الاخرين. ولكن الشريعه هي اللي ينظر الانسان الى ذاته، الله ما وضع الشريعه تنحكم على بعضنا، تندمر بعضنا، الله وضع الشريعه مرايه لالنا. ولما قال لهم: من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر بيقول إن واحدا بعد آخر يتقدمهم كبارهم سنا مهمة هيدي ليش كبارهم سنا لأنه كل ما واحد كبير كل ما بيكتروا خطاياه كل ما بيصير يشوف أحسن كل ما بيكون عنده حكمة وبقي يسوع وحده والمرأة في وسط الحلقة ليكوا بقي بالنص من فيه فلوا كلهم صاروا كلياتهم برات اللعبة مين بقي يسوع والمرأة والشريعة ثالوث يسوع إيش الإنسان آدم المرأة حواء كل إنسان إحنا كلنا والشريعة وكأن البشرية بهذه اللحظة كلها تنتظر من يسوع جوابه عن الشريعه وهون كان الشريعه الجديد او المفهوم الجديد المسيحي للشريعه تلخص بهذه الكلمات اين هم ايتها المراه الم يحكم عليك احد فقالت له لا يا رب فقال لها يسوع وانا ايضا لا أحكم عليك من منكم بلا خطيئة فليرميها بأول حجر مين كان قادر يرمي أول حجر. ما في إلا يسوع من منكم بلا خطيئة؟ يسوع ولو يسوع رمى الحجر كانوا كلهم رميوا الحجر وكانت دمرت المرأة كانت قتلت المرأة يسوع هو الباب هو المفتاح لمفهوم الشريعة وأنا أيضا لا أحكم عليك هن ما حكموا عليك لأنه هن خطأ لأنه إذا بدون يرجموك بدون يرجعوا يرجموا أنفسهم أنا لا أحكم عليك لأنني أحبك لأنني المخلص لأنني الرحوم لأنني الطبيب المداوي بإلا وأنا لا أحكم عليك اذهبي ولا تعودي بعد الآن إلى الخطيئة رائع جدا أخوتي أي متى إجت الوصي لا تعودي إلى الخطيئة مش لا تعودي إلى الخطيئة لكي أحبك مش لا تعودي إلى الخطيئة لكي أغفر لك ما ألا لا تعودي إلى الخطيئة لأستقبلك شو ألا ألا بدي تختبري حبي ورحمتي واستقبالي وقلبي وخلاصي لأنه لما بتستقبلي هذا الخلاص وهذا الحب سوف تصبحين قادرة على عدم الرجوع إلى الخطيئة المخلع ما فيني قل له مشي وتعى عند الطبيب بقول له خود دواء الطبيب اللي بيشفيك وساعتها بتمشي وهيدي اخوتي نقطة اساسية هذا هو النور لانه من بعد دغري بيقول وكلمهم ايضا يسوع وقال لمين كلمهم بكف النص مين كلمهم هني صحيح قال له بس هني بقيه فقال له من اللعبة فقال له من الصورة فقال له من خليني اقول من من الرجم من هالمشروع ولكن كانوا ناطرين والرب يسوع يتكلم ويقول انا نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام وهون اخوتي بدي اقول لكم كثير مهم نفهم على ضوء هذا الحدث ما معنى تعليم يسوع و... وهالجمله انا نور العالم من هو النور او ما هو النور؟ من هو النور اظبط النور هو يسوع، خلينا نبلش اول شيء ما هو النور؟ لكو النور له دورين اول وحده يعطي المعنى يعطي الهويه يعطي الحقيقه اذا ما في نور انا ما بعرف شو في ما بعرف شو الالوان ما بعرف حقيقة الأمور والنور هو الذي يدل على الطريق قال لهم إن أنا نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام فإذا في قرار في مشي في مسيرة يسوع هو الذي يعطي المعنى للإنسان ولأنه يعطي المعنى هو القادر أن يدل الإنسان على طريق مسيرته بهالحياة على خيرات بهالحياه رائعه جدا المعنى هو الذي يعطي الخيارات ويسوع هو النور لانه هو الذي يعطي المعنى للحياه وللانسان ولسر الانسان ولانه يستطيع ان يعطي المعنى يستطيع ان يدلني على طريق التصرف وطريق المشي وعلى الطريق التي يجب علي أن أتبعها من هو الإنسان بنظر يسوع يحتم ما هي خيارات الإنسان هون بدي لكم شغلة بس أوجد حالي غير قادر على تطبيق الوصايا والشريعة الحل لا يكون بمضاعفة المجهود. يقول الرب لا تزني. يقول الرب لا تقتل. يقول الرب لا تشتهي. يقول الرب لا تسرق. يقول الرب لا تشهد بالزور، إذا أنا بلاقي حالي إني ما عم بقدر أتخطى هالخطايا مش معناتها إني أنا لازم ضاعف المجهود. طريق المجهود ببين دغري عندما لا أستطيع أن أطبق الشريعة يعني لازم راجع علاقتي بيسوع يلي هي الأساس عندما أجد شجرة لا تعطي ثمار يجب أن أبحث عن السبب وين؟ بالجذور مش بالوراء مش بأني رش مش بأني علق تفاح مصطنع اشتي تفاح وعلقن على الشجرة هيدا هو المجهود لازم ابحث عن مداوات الجذور مداوات القلب وهون اخوتي بدنا نفوت ب موضوع تاني بس قبل ما فوت فيه حابب اسمع كم سؤال من الجمهور اللي عم بيشارك معي اليوم بتصوير هالحلقه هيدي بدي بلش اولا مع جميل اندراوس يلي طالع معنا اونلاين من روما مرحبا جميل معك ابونا كيفك اهلا وسهلا في سؤال بيطرحوه اجمالا يلي حابين هيك يشككوا ب ما بعرف كيف بدي بالوصايا او اللي بحبوا نعم. يمكن يعيشوا على ذوقهم بيقولوا هل الوصيه هي منيحه لانه الله بيوصي فيها او الله بيوصي فيها لانه منيحه كيف يعني اه اذا الله بيوصي فيها لانه منيحه او لانه الله موصى فيها بتصير منيحه بس لانه الله اراد رائع جدا 100% كثير منيح من جميل بدي انتقل الى مارون من لبنان مرحبا الله معك تفضل ميرسي أنا أول شيء إذا بسمح لي عندي كذا سؤال ضمن محورين أول محور هو المحور الألوهي الإلهي أه بحد ذاته السؤال بيطرح حاله أنه هو لما الله خلق الكون أه من محبته الفيئة أه وخلق الإنسان وأخضع له كل الكائنات البشرية وكل شيء موجود على الأرض نعم طيب من هذا المنطلق أه ربنا وضع وصية وأنون ملزم للإنسان هو تجنب الخطيئة طب هون قد لاي مدى فينا نوازي ونفرق بين محبة الله المطلقة المتحررة وبين انه هو وضع له شرط اساسي قانون بيلزمه بعدم آه بعدم يعني آه ارتكاب الخطيئة والا بنال الموت والفناء الأبديين، فلأي مدى القانون والمحبة بيلتقوا وبينبعدوا عن بعض، بيتباعدوا عن بعض؟ هذا أول سؤال ايه شو الثاني؟ بس الثاني بس إذا بتسمح لي نعم نعم آه، على المستوى الانساني وضعت القوانين لتنظم امور الانسان طيب القانون بحد ذاته باي مدى كمان فينا نتخطاه لحتى نكتفي بالمبادرات الحسنه والنوايا الطيبه؟ هذا المجال كمان بدي اطرح سؤال طالما القوانين كلها مصدرها الله ليش القوانين بتختلف بين المسيحيه وبقيه الديانات السماويه وطالما هي سماويه هل الله صار مختلف لصارت القوانين مختلفه واخر سؤال وميرسي لك الوصية بتقول أحبب الرب إلهك بكل نفسك وطاقتك وقريبك إلى آخره هل صارت المحبة بدأ قانون ووصية وشغلة <applause> أخيرة ومرسي <applause> هي أنه الأوانين والفرائض المسيحية مثل الصوم الأربعين المقدس وضعت على أيدي ناس بوحي من الروح القدس طب طالما مرتبطة بالله مباشرة ليش مش الله هو اللي حددها وخلى للإنسان هو اللي يوضعها وميرسي كتير منيح. جميل أه بدي ارجع انتقل لجميل من روما عنده سؤال ثاني، تفضل جميل. أه نعم ابونا انا كان عندي سؤال ثاني انه في كثير قصص بالعهد القديم مثلا مضبوط لا تزني لا تقتل، بس اليوم صار عنا قصص جديده في مثلا المخدرات، في الاجهاض، الانفيترو، هودي هودي القصص يلي مستجدة إذا فينا نقول على حياتنا الإيمانية كيف بدنا نتعاطى معها وعلى أي أساس فينا نقيس الوصية وعندي سؤال كمان أخير بيتعلق بطريقة تعامل الإنسان مع الوصية أنا كإنسان لقي حالي دائما بجرب برر مثل يمكن ما جربوا يبرروا الفارسيين لما جربوا يرجموا المرأة أو يبرروا لذاتهم اللي بيجوا لعند يسوع بدي أنا برر ذاتي ليش الانسان بيجرب يبرر أنا بعرف انه الله بيعرف كل شيء بالانسان وبيعرف انه هالانسان بده يجرب يشيل حاله من الوصيه ويهرب منها اكيد فكيف تعامل الله مع هالموضوع اذا فينا نقول هيدي صوت. هيدي رح تشوفها بحلقه سابقه بترجع للحلقات السابقين شفنا بمثل السامر الصالح إيه آه عالم الشريعه اراد ان يبرر نفسه لانه مش قادر يحب قريبه صار يسال اسئله جانبيه إيه امر الرب يسوع رده الى الاساس وكانه عم يقول تركني اتركني انا السامري الصالح اجي داوي لك جروحاتك تتصير قادر تحب ايه نرجع لذات الموضوع انا آه انا بدي آه آه بدي جاوب على هالاسئله هودي ب نقطتين مهمين وهون بيكونوا هالاسئله فوتوني على اذا كانت الحياه المسيحيه والقداسه هي ثمره اللقاء بيسوع وثمره القيامه فاذا ما هو دور الشريعه؟ اول شيء تنفهم دور الشريعه بدنا نفهم نظره يسوع الى الخطيئه. بمفهومنا العام التديني بمفهوم التدين الطبيعي الخطيئة شو هي؟ وهذا مفهوم خاطئ عن الخطيئة بمفهومنا التديني الوثني الخطيئة هي شغلة حلوة طيبة منيحة ولكن ممنوعة هون كان السؤال انه الله بيعطي الوصية لأنها منيحة أو بتصير منيحة لأنه هيك الله بده بإيماننا المسيحي الله منه اعتباطي الله ما بيعطي قوانين اعتباطية الخطيئة منا ممنوعة لأنه هيك الله بيحب لأنه هيك الله بدو أبدا الخطيئة بمفهومنا المسيحي هي شر للإنسان وليست شر لله ما شغلة ما بتعجب الله مثل ما الولد بيتذمر على اهله ايه لهم ليش ما فيني اسهر للساعه 3 الصبح بيقولوا لانه نحن هيك بدنا بيوصل لمرحله بيقولوا انتم هيك بدكم انا ما بدي هيك دبروا راسكم عيشوا انتم مثل ما بدكم واليوم عالمنا اذا عم يرفض الله شبيبتنا اذا عم ترفض الله لان فاتت بالمراهقه الروحيه لانه صورنا لهم انه الخطيه هي ما بتعجب الله وصلوا لمرحله قالوا له ما بتعجبك دبر راسك بس انا بدي اعيش بدي انبسط لا اخوتي الخطيئه بالمفهوم المسيحي هي شر للانسان هي شيء بيؤذي الانسان حتى ولو ظهر كانها شغله حلوه حتى لو ظهرت ان شغله طيبه مثل المراه لما انعت الحي أنه الله ما بيحبكم نظرت إلى الشجرة فرأت ثمرها طيب للأكل حلو للمنظر، منيا للتعقل، اكو حلو طيب منطقي ولكن هيدي كانت الكذبة لأنه حقيقة الخطية مرة حقيقة الخطية عاطلة خط... حقيقة الخطية تناقض حقيقة الإنسان تناقض إنسانية الإنسان تناقض مشروع الله للإنسان تناقض تحقيق ذات الانسان، وإذا الله بيعطي الوصية وهذا أول خليني أقول دور للشريعة هو الشريعة هي التي تكشف الحقيقة. الشريعة هي التي تصور لي صورة الإنسان الكامل. الشريعة منا تقلي شو الله بيحب شو الله بيرضى عن شو الله بيوعى الصبح وبيعمل قوانين مثل ما هو بده أبدا الشريعة المسيحية في نظر الإيمان المسيحي هي صورة الإنسان الكامل هي صورة الإنسان اللي عم بيحقق ذاته هيدي هالنقطة كتير مهمة إخوتي هي مشروع الله للانسان هي الكونسبت هي صوره المشروع هي المنطق اللي تكون فيه الانسان هي كيف الانسان بيوصل الى ملء تحقيق ذاته الى ملء انسانيته الشريعه هي يسوع. واو الشريعه هي يسوع بيقول ماربولوس بدنا نمشي طريق الايمان الى ان نصل الى ملء قامت المسيح، إلى أن نوصل إلى نوصل إلى ملء الإنسانية، ملء تحقيق مشروع الإنسان، الإنسان وين بيحقق ذاته بالملء؟ وين ملء تحقيق ذاته للإنسان؟ بشخص يسوع المسيح، فإذا الشريعة صارت صورة يسوع إذا كانت الشريعة هي الحب، حب الله وحب القريب، يسوع هو الحب هو صورة الإنسان الكامل فإذا دور الشريعة عشان هيك رفض يسوع أن تكون كما في المحكمة الشريعة لدينونة الآخرين الشريعة هي مراية لألي أنا لكي أنظر إلى مشروعي إلى مشروع الخلق يلي أنا عملت كرماله إلى مشروع إنسانيتي إلى مشروع تحقيق ذاتي وأرى في الشريعة صورة لهذا المشروع هيدي هالنقطة أخوتي كتير أساسية الشريعه هي المقياس لكيف سيصبح الانسان عندما يصل الى ملء قامه المسيح الشريعه هي المسيح والشريعه هي صورتي عندما اصل الى ملء قامه المسيح الشريعه هي المسيح القائم الاقوى من الموت والاقوى من الخطيئه والشريعة هي صورتي عندما سأقوم مع المسيح هي صورة الإنسان القائم من الموت الأقوى من الموت والأقوى من الخطيئة وكنا شفنا أن الموت والخطيئة مربوطين ببعضهم رح نأخذ بريك صغير ونرجع نكفي هالحوار أنا وياكم أخوتي عودي لالكم مشاهدينا كميه الاسئله هائله واكيد انتم بقلب بيوتكم عندكم كثير اسئله، رح اخذ سؤالين قبل ما نكفي اول سؤال من كلود من الولايات المتحده الامريكيه، اهلا وسهلا مدام كلود تفضلي. ميرسي ابونا، انا سؤالي انه شو بتقول للاشخاص يلي بعدهم عايشين بس على خبريه انه تطبيق الوصايا نعم تطبيق الشريعه يلي مثلا بيقول انا مرتاح نفسيا يعني انا ما بكذب انا ما بقتل انا مش اذى حدا ومرتاح ومعتبر حاله انه هو عايش مسيحيته كيف هول الاشخاص بدك هيك تستفزهم او تحركهم حتى يخلقوا علاقه بين الرب ويعرفوا انه لا مش بس حياتهم الروحيه متوقفه عن تطبيق الوصايا يعني هودي مسيحيه <applause> التشيك <applause> ليست <applause> يعني انه طبقنا هيدي طبقنا هيدي طبقنا, طبقنا هيدي ايه واذا غلطنا بهيدي معلش ما نطبق وديكي يعني انهم بيعملوا بالانس فهمت علي ايه مرتاح الضمير مرتاح الضمير <applause> مع الكتاب المقدس بيقول انه يلي بخالف وصيه خالف كل الشريعه، هلا رح نشوفها دغري، رح انتقل الى سام من كندا ابونا بدي انا زيد على كلود اذا الشخص هو ما عنده يراجع بضميره العلاقه مع ربه آه كيف بيعرف انه هل هو هالشريعه آه مش مكتمله او كيف بيعرف هو كيف حياته بيوصل مش مكتمله رائع ما بيعرف وكيف نحن فينا يلا اذا ما عنده سيلف تشيكينج اول شغله فاذا بدي ارجع اذكر قلنا اول دور للشريعه للقوانين في الحياه المسيحيه هي صوره الانسان الكامل صوره يسوع المسيح الذي هو آه الإنسان الكامل كمال تحقيق الإنسان يلي اكتمل بالحب واللي عاشه يسوع وأصبحت كل الشريعة هي صورة آه آه إذا خليني أقول هي صورة الحب المتجسد شريعتنا هي يسوع شريعتنا منا مكتوبة على وراء أو على حجار أو مكتوبة بقلب ليست قوانين شريعتنا هي يسوع مشان هيك المسيحي ما بيكتفي بشريعة العهد القديم فقط ووصايا العهد القديم المسيح ينظر إلى يسوع ليعرف كيف يجب أن يكون فإذاً يسوع هو الشريعة فإذاً هي صورة المشروع يلي أنا مدعو إلى أن أصل إليه ولكن الشريعة بيقول ماربولس إلى دور ثاني لأنها صورة الإنسان الكامل هي التي تفضحني هي مثل آه خليني اقول مثل الفحص مثل فحص الدم مثل آلة الار ام اي اي ار يلي قديما آه انا بكتشف موتي بكتشف مرضي هيدي انا هون عم جاوب كلود وسام آه؟ امام الشريعة انا بكتشف وضعي محدوديتي خليني اقول لكم شغله امام الشريعه بيقول مرمولوس لا احد يبرر حتى يلي بيعمل مجهود هذا المجهود يصل الى مكان حائط مسدود يلي قلبه مريض بحب المال بيعمل مجهود إنه ما يتعلق بالمال، بيعمل مجهود إنه ما يسرق، بدال يعمل مجهود 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 تيوصل لمحل شو بيعمل؟ بف! بيقشط! إيه، ومرات بتكون الوقعة أكبر، ليش؟ لأنها قائمة على مجهود، وما يقوم على المجهود هو نوع من كبت. هذه هالنقطة كتير مهمة، فإذاً الإنسان يجب أن يكون دائما باحتكاك بمقاربة بمقارنة ليست الحقيقي هو قدام تصرفاتي خاصة في الساعات الصعبة واحد بيقول صار لي عشرين سنة مسرقت بس هلأ عم بسرق لأنه الأحوال ضيقة مثل كأنه عذر يا حبيبي ما إذا أنت ما لما بيكون معك مصاري ما في إلا فضل الفضيلة المجربة بيقول ماربولو شو هي الفضيلة الم... هي التي تدخل في الامتحان نوعية قلبك وعلاقة قلبك بالمال أو بالخطايا الأخرى بدها تمرق بالنار بالامتحان بالصعوبات بالتجربة لكي تظهر إذا كانت فضيلة مجربة أو فضيلة إنسانية إذا كانت فضيلة ثمرة القيامة أو فضيلة بيعطيها الإنسان القديم بيقول لهم يسوع إذا أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم إذا أقرضتم من يقرضكم أي فضل لكم إذا عزمتوا يلي بيعزمكم إذا بتجيبوا كادو للي بيجيب لكم كادو، إذا ما بتسرقوا لما جايبتكم مليانة، إذا ما بتزنوا لما العلاقة مع زوجتكم كثير منيحة، أي فضل لكم، حتى الوثنيين بيعملوا هيك، يعني هيدي ما بدها مجهود. هيدي ما بدها قوة القيامة. هيدي منا صورة المشروع تبع الله. هيدي شغلة طبيعية، هيدي تجارة، هيدي منا حب. إذا مشروع الله إنه الإنسان يحب بالتجارة ما في حب وين بتبين حقيقة الحب بمحبة الأعداء بمغفرة من يأذيني بإني أرفض إني أسرق لما بكون جوعان أرفض إني أذني لما بتكون علاقتي مش راكب مع مرتي أرفض إني آه آه كي بدي أقول آه أحكي على غيري حتى لما غيري بيكون عم يأذيني هيدي هالنقطة هون اخوتي كتير مهمة ما هو فإذا دور الشريعة بيقول ماربولوس كانت الشريعة هي البيداغوج المربي التي تقودنا إلى يسوع هيدي هن نقطة كتير مهمة بدي اختم فيها هالحلقة اخوتي بالوقت اللي متبقي لي شو يعني المربي الذي يقودنا إلى المسيح لكن إخوتي، بالأساطير الإغريقية اليونانية كان في صورة المربي يلي كانوا يشبهوه برجل عاقد الحاجبين غضبان قاسي حامل قضيب تيضرب يوم كلمة بيداغوج مربي يعني اللطيف اللي ما بيضرب اللي بيرافق مش هيك كان قصده ماربولوس كان قصده بالمعنى القديم كان النبلاء يجيبوا مربي لاولادهم كان اللي معهم مصاري اللي ملهيين بالتجاره وبالسياسه معهم كتير مصاري بس مش فاضيين لاولادهم كان يجيبوا مربي لاولادهم وعاده كانوا يخافوا على اولادهم من التعدي الجنسي كانوا يختاروا المربين من المخصيين شخص مخصي وتخيلوا واحد سيد وخصيته يربي له اولاده قديش بيكون عادة اول شيء قاسي لان يعني ما بقى عنده عواطف وقديش بيكون عنده نقمة على سيدو بمين بفش خلقه؟ بولاده قال كان المربي هو يلي بينترك على غلطة تيسفك حامل قضيب الرمان وناطرك كل ما بتغلط غلطة بح. عم بيدرسك كل ما بتغلط بحركة باللغة العربية بتاخد قال إيه الشريعة مثل هالمربي يلي ناطرتني على الكوع وإجا يسوع أخذ الشريعة إلى عمق يعني كان بالأول لا تزني قال من, من نظر إلى امرأة فاشتهاها زنا كان لا تقتل من حنق وغضب على أخيه قتل فإذا إخوتي الشريعة هي هالمربي القاسي يلي هدفه كل ما أغلط يضربني بيقول ولكن هيدا له دور كتير مهم لأنه أمام حب يسوع الشريعة لم تعد تضربني لتدينني يسوع حول الشريعة من أداة دينوني إلى طريق للبحث عن المخلص لما قالوا له ليش عم تاكل مع الخطأ قال لهم ليس الأصحاء بحاجة إلى طبيب بل المرضى فإذا يسوع نظر إلى الشريعة بأنها المربي أو خليني أقول عامل المختبر يلي صحيح بيضربني بيوجعني لأنه بده يكشف لي حقيقتي ولكن الهدف من هذه الشريعة من بعد مجيء يسوع وظهور رحمة الله وهم بدي يشدد على ظهور رحمة الله لأنه كل المبشرين بغضب الله هني خارج الإيمان المسيحي أه؟ أه أمام رحمة الله اللامتناهية الشريعة بعدها بتضربني بعدها بتوجّعني ولكن مش تدينني وتدعوسني وتكبني برّا الشريعة بتضربني وبتوجّعني كرمال أن تقودني إلى يسوع في فرق كبير بين أمام ابني يلّي عم ياخد مخدرات بين قاضي ما بيهمّ ابني همه انه يكشف ابني انه عم ياخذ او عم بتاجر بالمخدرات، تيعاقبه ويدينه ويكبه بالحبس، وفي فرق بين اني انا بقسى على ابني تاكتشف اذا عم ياخذ مخدرات ولما بعرف انه عم ياخذ او عم بتاجر بالمخدرات بكون قاسي كتير عليه، تيقبل انه ينشفى. تيقبل انه يتداوى. تاخذه لعند طبيب يشفيه الشريعة مثل ما فهمها شعب العهد القديم صارت حاكم وقاضي ظالم همه يدعوس الانسان رد يسوع المعنى الحقيقي للشريعة هي البي لانه الشريعة هي الله هي ابوة الله هي رحم الله هي احشاء حب الله يلي بتقسى على الانسان مرات وبتضرب الانسان وبتوجع الانسان لان شفاء يسوع المسيح لا يمكن ان يتم الا اذا انا قبلت الا اذا انا وافقت الا اذا انا تعاونت حريتي اساسيه البي اللي بيشوف ابنه عم ياخد مخدرات بيعرف انه اذا اخذ ابنه غصمن عنه وحبسه بقلب مركز ما رح يستفيد اذا الانسان ما عنده رغبه من الداخل للشفاء ما حدا بيقدر يساعده وهون بدي لكم شغله كل ما ينتظر من الله امام الشريعه ليس مجهود ليس تطبيق ليس أعمال بدكم تتفاجئوا كل ما يطلب مني الرب وينتظره مني أمام الشريعة رغبة قلبي تحول رغبة قلبي من رغبة تطوق إلى الخطيئة إلى رغبة تطوق إلى المسيح إلى الحب من رغبة تطوق إلى المخدرات إلى رغبة تطوق إلى يسوع إلى الحب من رغبة تطوق إلى الزنا إلى رغبة تطوق إلى الأمانة والمحبة الله ينتظر الاهتداء لكونفرسيون التوبة التوبة المسيحية قبل أن تصبح تغيير أداء وتغيير تصرف يجب ان تبدا بان تكون تغيير رغبه وتغيير الرغبه بحاجه الى تغيير منطق الى تغيير مفهوم بدات الخطيه مع الحي بإنها اعطت للانسان مفهوم خاطئ عن الله وعن الخطيه وعن ذاته قالت له الله ما بيحبك الله عدو الخطية بتخليك تصير إله، أنت مدعو تكون إله بدون الله. الكبرياء. التوبة أين تبدأ؟ بتغيير المنطق الذي يغير الرغبة. يكفي أمام الله أن أبدأ بأن أرغب في أن أكون قديس. والمشوار مع يسوع هو الكفيل بالباقي انا نور العالم من اكتشفني يتبعني ومن يتبعني لا يمشي في الظلام من اكتشف هذا الحب وهذه الرحمه وهذا الملء ملء الانسانيه بيسوع المسيح ورغب في هذه المسيره هو الذي يستطيع ان يحمله يسوع معه في هذه المسيره نحو النور، نحو ملء قامه المسيح. اخوتي بهالنقطه هيدي بدي اختم حلقتي اليوم، وقلكن شغله وحدي اعمالنا والشريعه هن المقياس. أن الامتحان إذا اكتشفنا حالنا بعدنا بالخطيئة ونريد أن نصل إلى القداسة مش لازم نبلش من برا يجب أن نبدأ من الداخل من الرغبة التي هي ثمرة المعرفة يجب علي أن أتعرف على يسوع أن أدخل بعلاقة بيسوع لكن تطلعوا وشوفوا ناقشوا ليسوع عن النور لحد ما وصل يسوع الى الفصل العاشر وبدعيكم من هلا لحلقه الجاي تتاملوا تقروا انجيل يوحنا الفصل العاشر قالوا بدكم تعرفوا كيف اللي بتلاقى فيه بتتغير حياته وجد رجل اعمى منذ مولده شفاه من عمى راى النور وتغيرت حياته قال لهم من يلتقي بي وبحبي ورحمتي مثل الاعمى الذي كان جالس على قريعه الطريق يستعطي اصبح انسان يسير ويمشي ورائي على طريق الحب على امل انه مشوارنا مع الرب يسوع يكون بدايته تغيير رغبتنا ونهايته الوصول الى مجد السماء مع الرب يسوع بستودعكم سلام المسيح بتشكركم بتشكر كل فريق العمل بتشكر كل اللي عم بيساهموا بهالبرنامج بتشكر اللي معنا اونلاين واللي معي هون باستوديو بتشكر المخرج ابونا شارل صوايا وكل فريق العمل الله معك